ماذا حصل؟ لماذا أطلقت الرصاص؟ إنها جريمة، يجب إخفاء الجثة قبل أن يأتي أحد. إن صوت الرصاص قد يؤثر على انتباه البستاني والسائق. نهاد، راقب الباب. من حسن الحظ أنه لا توجد آثار دماء. هذه المسدسات. هناك أحد قادم. أجلس هنا. وأنت حاولي أن تكوني هادئة. عفوا، سمعنا صوت إطلاق رصاص. لماذا؟ ما الذي حدث؟ لا 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 شيء. كنت أجرب هذا المسدس، فقد وصلني اليوم هدية. أرجو المعذرة لابتحام من الغرفة. اعتقدنا أن شيء ما أصاب السيد. هل السيدة بخير؟ بخير. ولكن لماذا ترتعشين هكذا؟ فاجأها إطلاق الرصاص فخافت. فعلا، إن صوت الرصاص في الليل يرعب، خاصة في مكان أمين. تشجعي. شكرا شكرا، انصرفا الآن واتركا السيدة ترتاح. علينا أن نعمل بسرعة، والليل مناسب. عفوا، البستان يسأل، هل يرسل ابنته لتسهر بجانبك؟ لا داعي لذلك، انصرف. ماذا قالت السيدة؟ لا ضرورة، انصرف. ماذا سنفعل الآن؟ يجب علينا إخفاء الجثة أولا، إنها جريمة. لكني بريئة. بل قاتلة للأسف، ولقد فات الأوان لإثبات براءتك. على كل حال، ليس الآن وقت النقاش، انتظرني هنا. سامي أدرى في هذه الأمور، فدعيه يتصرف. إياك أن تغش. سألعب بأخلاق رفيعة، وهل أنت تلعب هكذا الآن؟ اسمع، أنت صرت غشاشا. هذا لأني أكره الخسارة. صحيح، لكن المغامرة ليست مربحة دائما. إن فيك روحا غجرية. يكفي يكفي، تعادلنا، دعنا نلعب. أنا أحب السهر على صوت الرصاص، لكنني لا أريد أن أسهر الصباح. هل السيد سامي هاوي أسلحة؟ العب. تعادل، ولكني لم أربح وأنا أكره التعادل. أخبرني، ماذا تفعل السيدة عادة؟ لم أفهم. يعني بعد موت المرحوم. أعرف أنها مقيمة في القصر رغم هذه الثروة الطائلة.
إنها أرملة مثالية. انهض إلى النوم. كم تبدو جميلة وهي ترتعش، هل لاحظتها؟ أعذرني، علي أن أستيقظ باكرا، فلدي عمل خاص. ما هو؟ طلبت مني السيدة أن أقيم لها حوضا من الزهور في طرف الحديقة الشمالي. ولكن حديقة القصر مليئة بأحواض الزهور، كم هي مترفة. هذا حوض مميز تريده، أشبه بمثوى تذكاري لزوجها الراحل، فهي لا تعرف له قبرا. إنها أرملة مثالية. ولماذا في الطرف الشمالي؟ لأنه مكانه المفضل، كان يحب الجلوس هناك والقراءة تحت الشمس. يا له من مرحوم مثقف. تصبح على خير. أظن أنه يبحث عن وسيلة لإخفاء الجثة. سأحسب كل شيء الآن، أتورط في مثل هذا المأزق. لقد حفرت في الحديقة وسأدفنه هناك. لا، أريد أن أتصل بالمحامي أولا. لماذا؟ لتذهب إلى السجن؟ يبدو أنك لا تدركين حتى الآن خطورة العمل الذي قمت به. اذهبي وهاتي المصباح، وانت راقبي الطريق. هيا اسرعي. يبدو انها اقتنعت. لم اجد مصباحا، وجدت شمع. انها تكفي، انها تكفي. تعالي ساعديني. يؤذيك البرد وهذا المنظر المرعب. هيا أسرعي. نهاد رافقيا. Thank you.
تفضل. صباح الخير، جئت أطمئن عليك، هل نمت جيدا؟ كيف وكان الكابوس رفيق نومي. كنت أفكر بما حصل ليلة أمس. معك حق، لا ألومك، الموقف صعب. ألا تظن أنك تسرعت بدفن الجثة؟ تسرعت؟ وماذا كنت تنتظرين أن أفعل؟ لقد كنا أمام جريمة قتل. لا، ليست جريمة، إنه مجرد مجرم مطلوب من العدالة. حتى ولو كان كذلك فأنت بموجب القانون ارتكبت جريمة، ومن شأن العدالة أن تطاردك وتحكم عليك. كان مجرما ونال عقابه. صحيح، لكن ليس مطلوبا منك أن تكوني أنت بديلا عن العدالة فتتولين العقاب نيابة عنها. لكنه قاتل، وأنت أصبحت قاتلة. أنا قتلته دفاعا عن النفس. صحيح صحيح، ولكن من يثبت ذلك؟ أنت وزوجتك. كان ذلك ممكنا لو أنك أنذرت الشرطة بأن هناك من يهددك بالقتل، وكان على الشرطة عندئذ أن تبادر إلى إلقاء القبض عليه، أو أن تجيز لك حرية التصرف والدفاع عن النفس إذا فاجأك بذلك، ولكنك لم تفعل ذلك. هذا هو الخطأ، إنها جريمة قتل. هل ستبقي الجثة في الحديقة؟ طبعا، فليس لدينا مكان آخر. لا، انقلها بعيدا، لا أريدها أن تبقى أمام عيني مدى العمر، منظرها سيقتلني. كما تشاءين، لا تخافي، تفضلي إلى الشرفة، أنا ونهاد ننتظرك لتناول طعام الإفطار، عديني فقط بأن تنسي ما حصل. Thank you.
الجثة. اعتقدت أنك في نزهة، ما بك؟ أين الجثة؟ اخفضي صوتك. أجبني. في الحفرة. ليست هناك. وكيف عرفتي؟ حفر البستاني في نفس المكان ولم يجد شيئا. البستاني؟ ولماذا يحفر هناك؟ طلبت منه إقامة حوض من الزهور تذكارا لأخيك، وصادف أنك دفنت الجثة هناك. كان علي أن أنتبه، لكنه كان الليل وكان الخوف قد شلني، لم أتبين المكان. أين الجثة؟ لا تخافي، إنها في مكان أعمق بكثير مما حفر البستاني، لكن امنعيه من متابعة الحفر. لقد فعلت، فأنا لا أرضى أن يكون مثوى أخيك فوق جثة قاتل. وهو كذلك. أنقلها. لماذا لم تنقلها بعد؟ ألم أطلب منك ذلك؟ سأفعل، سأفعل، ولكني أنتظر المال. هناك من هو على استعداد لنقلها بعيدا، لكن ذلك يجعله شريكا في الجريمة، وهذا يتطلب مالا كثيرا. هل أنت مستعدة؟ خذ المبلغ الذي تريد، انقلها فقط. كما تشاءين، أنا ذاهب للمفاوضة. وأنا سأتصل بالمحامي لكي يأتيني بالمال. هل تقومين بدور الوصيفة جيدة؟ الصديقة. إلى هذا الحد؟ يجب عليك أن تشكريها على ذلك. لماذا؟ إنها متواضعة ولا يبدو عليها الكبرياء، ثم إنها طيبة جدا. غريب، مع أن المال يعلمنا الخب. هل انتهيت من الحفر؟ لا. وأنت ماذا تفعل هنا؟ ألم تستدعك السيدة؟ لا، لقد غيرت رأيها وعدلت عن المشوار. غريب، ومعي أيضا غيرت رأيها وعدلت عن إقامة الحوض. التذكاري؟ لماذا؟ ستقيمه في مكان آخر. لكنه مكان المرحوم المفضل. لا أدري، لقد منعتني من الحفر، منعتني وهي في حالة شديدة من الذعر. مها، اليوم عندنا عطلة، تعالي نمرح قليلا كما كنا. تعالي. اذهب إلى الحديقة وبلغ السائق ومها أن يكفى عن اللعب. قل لهما إن السيدة في حداد. نعم.
ألا ترين أنه مبلغ طائل؟ مضطرة عليه. وماذا ستفعلين به؟ أليست ثروتي؟ لا أحد ينكر ذلك، ولكنك ملزمة بالوصية. منذ الآن لا أريد وصاية من أحد. وهل ما زال السيد سامي مقيما في القصر؟ أجل، هل من مانع؟ لماذا ضعفت له الراتب؟ هل توقفت عن الأسئلة؟ سيدتي، أنا مثلك ملزم. أشفقت عليه، ثم إنه بحاجة. أنت لست أرحم من أخيه عليه. ربما، لكن مشاعر الناس تتفاوت، ثم أنا لا أعرف الحقد. وإذا كنت قد ورثت عن طارق المال فلست ملزمة أن أرث عنه الحقد. كلام معقول، لا اعتراض لي عليه، ولكن هل تسمحين لي بأن أتساءل عن سر هذه الصدفة التي جمعت بين مضاعفة الراتب وطلب هذا المبلغ الكبير؟ كنت أنتظر منك طلبا آخر، كنت أنتظر استدعائي ليعرفك على الشركات والمصانع التي تملكين، لرؤية هذه الثروة التي أنت وكيلة عليها، أليس كذلك؟ وما الداعي؟ أظن أنني لا أعرف ماذا أفعل بكل هذا المال، أكاد أفقد صوابي. هذا هو المبلغ.
ألم يعد بعد؟ لا. هل هو مقيم هنا؟ بصورة متقطعة، لكنه اختفى منذ مدة ولم أعد أراه. إذا عاد اتصل بي. هل لديك ورقة؟ تفضل. هذا هو رقم هاتفي، ولكن حذاري، إياك أن تبلغه بأن أحدا قد سأل عنه. حاضر. كيف وصلت هذه السكين إلى غرفتي؟ السكين مدفونة مع الجثة، اهدئي. وهذه من أين جاءت؟ قد تكون شبيهة بها، هناك آلاف السكاكين مثلها. لكنها نفس السكين، رأيتها معهم مرتين عندما حاول قتلي. كيف تكون هي ذاتها وقد وضعتها بيدي على الجثة ودفنتها بالتراب؟ إنك تتوهمين. كيف أكون واهمة وهي معي الآن؟ هل أعرف؟ سيدتي، ماذا تريد؟ لاحظت أن فرامل السيارة معطلة، هل أنقلها إلى الجراج؟ افعل. عفوا، السكين إنها تبدو حادة، انتبه. اذهب من هنا. وقع. هل رأيت نتيجة تصرفاتك؟ أولا الحفرة والآن السكين. إن أوهامك ستؤدي إلى اتضاح أمرك. هات السكين، عودي إلى غرفتك وانزعي عنك هذه الأوهام. عودي إلى غرفتك وانزعي عنك هذه الأوهام. لا تخافي، ما دمت أنا هنا ستكونين بأمان. ماذا؟ مها على حق، لا تعيش على أعصابها. ماذا يجري بينها وبين السيد سامي؟ هل اتخذت قرارا ما؟ سأحاول أن أكون عطوفا. ألا تعتقد أن الشهامة في غير محلها غباء؟ وهل تظن أني غبي؟ Thank you.
سمعت العزف على البيانو فلم أستطع المقاومة. أحيانا يجد أحدنا نفسه أسير رغبة لا تقاوم. أعذريني. لكن عزفي لا يعجب، إنه عادي. عفوا رديء. لن أغضب منك، فقد سبق وصححت لي معلوماتي. على فكرة الأسطوانة كانت لبيتهوفن لا لموزار. كنت مصيبا، وهذه المرة أيضا، وهذه المرة. تبدو وكأنك ناقد موسيقي. لقد مارست هذه المهنة ضمن هواياتي المتعددة. أنا لم أمارس العزف، تعلمت مبادئه عندما كنت في المستشفى. كنا مجموعة من المرضى والممرضات، نقيم حفلات آخر الأسبوع فنعزف ونغني، وسنحت لي الفرصة أن أعبث ببيانو المستشفى. كنت مريضة؟ ممرضة؟ لا، لم أولد في هذا القصر ولا في غيره. لم أعرف من حياة القصور ولا ما هو أدنى من حياة القصور. ساقت لي الظروف أن أتزوج رجلا ثريا، سرعان ما مات، وهكذا. حظك أفضل من حظي. أنا لم تسق لي الظروف امرأة ثرية. لا 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 مانع عندي من أن تبقى حية، لا أريدها أن تموت. على الأقل أفضل من أن أبقى سائقا. أليست قيادة السيارات من ضمن هواياتك المتعددة؟ وهذا أيضا. بيانو؟ هل تسمحين لي بالعزف قليلا؟ تفضل. شكرا. رائعا، من أين لك هذه المقدرة؟ شكرا لأنك سمحت لي بالعزف، لن أنسى تواضعك هذا أبدا. Thank you.
ما بك؟ هذا العصف. ما به؟ من أين يأتي؟ من البيك أب.